ما زلنا معكم أصدقائنا في فلسطين، لكن سنرحل بكم للفن والأدب. محمد صباح الكسواني فنان فلسطيني بدأ حياته بالأدب والشعر واستكمله بالفن التشكيلي. لنتعرف عليه أكثر ينضم لنا من لندن عبر السكايب. دعونا نرحب به. أهلا وسهلا فيك ويسعد نهارك. أهلين، أهلا وسهلا فيكم، وكل عام ورمضان بخير والحوار بخير، ولكم جميعا تحياتي. أهلا بك أستاذ محمد، يعني وكل عام وأنت بخير. دعنا نعود معك لبداياتك مع الفن، لو تحدثنا مع بدايات رحلتك مع الفن. بدايات رحلتي مع الفن كانت كثير كثير فيها معاناة ويعني قساوة. نعم، أنا من عائلة متدينة جدا، جدي هو يعني ولي من أولياء الله الصالحين وصاحب طريقة، ووالدي شيخ إمام، وإخوتي متدينين، تربوا في بيئة دينية، إلا أنا الله سبحانه وتعالى حباني بموهبة الفن والشعر والأدب، فاعتبروني أهلي وخصوصا والدي وبقية العائلة أنا يعني قد نعتبر أستاذ محمد هذه من الصعوبات والتحديات التي عايشتها خلال بدايات رحلتك مع الفن. نعم، فأبي طردني من البيت واعتبرني يعني آسف أن أقولها كافر، ولكن لأنه شيخ وفي نظري من يرسم لا يستطيع أن يخلق الروح في الجسد، فاعتبرني كافر، ولكنني مضيت وتحديت الصعاب إلى أن وصلت ما وصلت إليه. لا أريد أن أسهب في هذه النقطة بالذات، ولكن عانيت منها، وعندما بدأت أقول الشعر قال لي الشعراء يقطعهم الغاوون، وهي أول قصيدة أذكر أنني نظمتها هي وجهي يتربع في المنفى وجراح الحزن تؤسيني، يا صوت القابع في جوفي سبح بتراب فلسطيني، واضرم بركانا لا يهدأ فعساها تسمع تلحيني، صمود الأهل وصورتها زاد في الغربة يقويني، يا زمن الكفر يا زمن الكفر ألا ترحم، ذبحوا الأطفال بسكيني، وشيوخ قتلوا بلا ذنب وبكارى بالعرض بليني، ما هذا العثر ما هذا العثر، ألا خجل من قول رياء ونفاقي، وعدوي في بيتي باقي، من يلبي ومن يغيث المنادي، كذب الصامدون في كل نادي، كذبوا كذبوا ما هم بقدر التحدي، لا لا ولا أهل نجدة ونجادي، البهاليل من حماة حمانا أين منهم توثب الآساد، يحسدون الجيوش منذ نصف قرن، ما الذي أحرزوه من الأمجاد. قصيدة جميل. إذا كانت طويلة. القصيدة الأولى موجهة عن قضية فلسطين، وأيضا في رسوماتك توجهت للتعبير عن فلسطين وقضيتها في أكثر من رسمة، لو تحدثنا كيف استطعت أن تعرض قضية فلسطين من خلال الرسم أيضا؟ من خلال الرسم، أنا فنان انطباعي منذ بدايتي، أعبر بريشتي عما يجول في خاطري من انطباعات، فالقصيدة عندي لوحة واللوحة قصيدة. فلوحة جدتي والسلام هي صورة لجدتي الحقيقية، تخيلتها
ورسمتها أمام الأقصى والجدار يفصل الأقصى عن مدينة القدس، ورسمت جدتي تعلف الحمام، وأعتقد أنها لوحة عندكم. نعم. جدتي تعلف الحمام، وهذه عرضت في ألمانيا وبيعت، ويعني لقيت عليها استحسانا وكتب عنها وإلى آخره. اللوحة الأخرى لوحة كفن الشهيد. لوحة كفن الشهيد، الجنازات من مدينة الأقصى، زف الشهداء إلى كنيسة القيامة وإلى المسجد الأقصى. فبقول من الأبرياء منا؟ محمد وعيسى في التحرير شركاء. أخبريني ماذا جرى فداء لقدسنا العذراء. هاجت أسود وماجت أسود وبرزت معارك حمراء. هاي هي القصيدة التي تعبر عن نضال الشعب الفلسطيني، وعرضت في الأمم المتحدة في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. جميل. عرضنا بعض من رسوماتك أستاذ محمد، والكثير منها كما لاحظنا فيها من الحصان، رسمت الحصان ورسمت المرأة، ما السبب في ذلك وما الدلالة التي أردت أن توصلها من خلال ذلك؟ الخيل هي رمز القوة العربية والشرف العربي والعنفوان العربي، فأنا أحب الخيل منذ طفولتي، وأبدعت في رسمه وتعلمت رسمه وتخطيطه وتشريحه إلى أن أبدأت، إلى أن ماريا وهر وكلاود شاوتن في ألمانيا كتبوا لم نشعر بإنسان أو بفنان يرسم الخيول كمحمد الكسواني في معرض اللي أقمته في ألمانيا. فأنا أعشق الخيول وأرسمها في لوحات. هو إحساس داخلي بحبي نحو الخيل وتعلقي بالخيل. أما المرأة، المرأة من هي؟ هي أمي وحبيبتي ونص حياتي. لو لم المرأة لم أكن أنا ولم أوجد أنا في هذه الدنيا، وهي زوجتي وابنتي، كل شيء في حياتي. لا. المرأة بدونها لا يستطيع. طب أخيرا أستاذ محمد، لأنه عم يداهمنا الوقت حياة. يعني كما نعلم هنالك سيكون مزاد علني على لوحاتك سيقام في لندن، لو تحدثنا عنه أخيرا. هذا هو مزاد عالمي أقيم لي قبله 10 مزاد، وهذا المزاد هو، وإن شاء الله مزادات أخرى، هو مزاد عالمي في أواخر الشهر 8 من هذا العام، سيقام بدعوة من السيد علي القدومي رئيس الجالية العربية في بريطانيا والمستشار لقانون الهجرة في بريطانيا. أتى الرجل إلى بيتي تربطني به صداقة قديمة. أتى إلى بيتي وشاهد لوحاتي وأنا أرسمها، وكنت وقتها متوجها إلى الجزائر لعمل مزاد عليها، فقال أكملها على 30 أو 35 و سنقيم عليها مزادا عالميا في لندن، لا تذهبي. واتفقنا والان ان شاء الله نتوفق في هذا. استاذ محمد صباح الكسواني الفنان الفلسطيني، نحن نتمنى لك التوفيق بالتاكيد. شكرا. انا قبل لا تسقطي عالميتي عني، فانا فنان
تشكيلي نعم. عالمي بالتأكيد فلسطيني وأفتخر في فلسطينيتي، ولكن أنا تعبت وأمري 60 سنة حتى وصلت إلى العالمية. نعم. فلماذا يا سيدتي تصفيها عني؟ الفنان الفلسطيني العالمي الأستاذ محمد صباح نعم. الكسواني، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لك. شكرا. بالتأكيد فاصل وانتم معودة.